جفنه ترنن علم الغزل انت ومن العشق ما قتلت انت يا اللي بتنظف انت حضرتك بتكلمين انا امال بكلم مين هو في حد غيرك في المحل هيكون مين غيرك انت عايزه كام بوكيه كده على ذوقك حضرتك فهمتي غلط خالص انا مدرس دراسات مش بتاع بوكيه انا مالي عشان تقدمي السي في بتاعك انا بزهق بسرعه هو انا هناسبك يا ابني يلا يلا اجري حضلي ثلاث بوكيهات ورد احمر على مشكل حضرتك انا جاي من عند جعيدي وفي اللي مكفيني يعني الحكايه مش ناقصه ضغط خالص ضغط لا انت مؤكد ما تعرفنيش انا سميره سمير تريشيك من بره بس ما يغركش انا ممكن اوريك النجوم في عز الظهر يعني تقف مع وجو وتتكلم مع دول عشان ابزهق بسرعه لو سمحتي انا لا بقف مع وجو ولا هعرف اقف مع وجو اصلا لاني ممكن اقع وبعدين لو حضرتك بتزهقي بسرعه فانا بقى صبري قرب ينفس انت الادب وانا ليا كلام مع الراجل اللي مشغلك ايه انا اللي ادب ايوه حضرتك مش بتحترمي نفسك ايه ايه انا مدرس دراسات الصوت العالي في المحل ده انا اللي ادب يا بابا انت مجنون اسكت ايه
حضرتك حضرتك انا بزهق بسرعه، بزهق من هدوم اللبسه، بزهق من الهواء اللي بتنفسه. الولد ده لازم يترفض من مكان هنا. انا اسف يا هاني، انا اسف. انت اسف؟ انا سميره صاحبه سميره بيوتي سنتر. انا يتعمل فيها كده؟ انا بزهق بسرعه. فعلا يا هانم، بيوتك باينه على وشك. انا سيد الحاوي صاحب المحل وتحت امرك دايما يا هانم. يا بابا تحت امرك ايه يا بابا؟ لا حضرتك بتقول لك انا قليل ادب. حضرتك مش هيرفدني، وبعدين انا شكلي كده هخليك يا صاحب بيوتي سنتر، هخليك صاحب مرض. انت اغرق، انا قليل الادب. انت اغرق، انت ايه اللي جابك عندنا هنا؟ ايه اللي جابك؟ حضرتك انا جاي علشان اخد بوكيه الورد ده وان خطيبتي لميع. خطيبتك؟ انت خاطب؟ ايه الاشكال دي؟ بتخطب؟ انا مش مصدقك. انا شفتك زهقت. لا صدقك خطيبتك يا بابا. الهانم بتغلط فيا يا بابا. ايه عاوز ايه؟ بتغلط فيا يا بابا. صوتك في ودني بيضايقني. لا خلاص، انت تغلطي فيا، ده انا مدرس دراسات. انت لو شفتني في الاذاعه المدرسيه دي. امشي ده خبر بلدينا. انا امشي. اتفضلي يا هانم استريح. انا اسف. مش مصدقه او بمعنى صح مش قادره اصدق ده ابنك. معقوله؟ عايز اقول لك ايه اللي رجعك تاني؟ بتحبني وما بتزهقش مني، وخاطب والمصحف خاطب وربنا خاطب. طب ايه اللي رجعك تاني؟ لا علشان اقول لها دي بتحبني. طيب يا سيدي حبوا بعض بعيد عن امشي. انا بزهق بسرعه، ربنا بلاني بيه ليه على الصبح. انا اسف. ده ابنك؟ اعمل ايه؟ نصيبي كده، حظي كده. في ايه تاني؟ هاخد الشنطة. طبغور هاخد الشنطة. انا بيزهق بسرعة. طبغور بيزهق بسرعة. معلش يا هانم، انا عمري ما مسكت مكنسة في حياتي. ارميها يا هانم، ارميها. انا اسف والله، حاولت اصلحه، اصلح طباعه، فشلت يا استاذ هانم. حاولت اسربه مرتين يرجع لي. اعمل ايه؟ انما هنقول ايه؟ يخلق من ظهر العالم فاسد. فعلا فاسد. المهم القمر يشرب بيه. لا مرسي. لا مش عايزه حاجه. اوعى ما تقوليش كده ابدا، ده انا عندي توت بلدي مستورد ما يترفضش ابدا. ثانيه واحده يا هانم، التوت البلدي. اصل انا احب البلدي قوي. متشكره جدا، بس انا ملاحظه انك شاي قوي يا سيد بي. اوعى تقولي كده، انا اصل راجل بلدي واللي في قلبي على لساني على طول. طب انا كنت عايزه كام بوكي ورد كده عشان افتتاح قسم المساج اللي عندي في السنتر، بس انا بحب الورد قوي قوي. انا كمان بموت فيه، بموت في الورد. طمني يا هانم، انا بنفسي اللي هجيب لك الورد ده لحد السنتر، او على الاقل يعني اعمل مساج. تمام يا فندم. متشكره. وادي القهوة المظبوطة. أما نشوف بقى حكايتك إيه يا سميشو. الاسم مشهور سيد حسان، تاريخ الميلاد 1984. ليست لديه أي سوابق، ذكي جدا، ثقته في نفسه ليس لها حدود، ذو مهارات خاصة ولياقة بدنية عالية. تم اتهامه في أكثر من 25 جريمة سرقة ولم تثبت أي تهمة عليه. لا يترك أي أثر وراءه، يعمل في كل شيء ولا يخاف من أي شيء. هو أنت بقى ميشو؟ أنا عايز الفازة دي. دي مش هتلاقيها، ولو لقيتها محدش هيفرط فيها. واضح انه شغل باربيني، الفريدو باربيني. خلاص تعمل لي زيها. مستحيل، دي تاخد شغل شهرين ومش هتطلع الجودة ديت. باربيني بقولك، ده شغل باربيني. هما 3 ايام واجي استلمها، والا
جرى ايه يا ميشو؟ هو تهديد؟ عشان ماسك عليا زيلة يعني؟ ها؟ بس احب افكرك، انت اللي طلبت مني دوت. قلت لي انتيكا يا فنان يا عظيم، عايز اشوف شطارتك، فقلت لك الورقة ام 100 يورو. قلت لي يا سلام، برافو، عملت لك الورقة ام 100 دولار. قلت لي مش هقتنع بقى الا بالمصري، وضحكت عليا وعملت لك مصري 100 جنيه مصري، ومن ساعتها وانت بتهددني بيهم. بتهددني يا ميشو. شوف بقى استاذ انتيكا لما يروحوا للنيابه، ها، ويعرفك مزور وعالمي كمان، يورو وجنيه مصري ويورو. انا مش مزور، مش مزور يا ميشو، انا فنان فنان. ها، قلت لي الفازة هتخلص امتى؟ شهر. لا انا شكلي هبلغ اسبوع. ما تعرفش نمره النيابه؟ 3 ايام وتيجي تستلمها. طيب انا الحمد لله بقى قوي ان انا اطمنت عليك. سلام يا بطل. لمياء يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني يا لمياء يا حبيبتي. لمياء يا درة القلب يا حبيبتي يا نور قلبي. ها، ايه رايك بقى في الورد ده؟ تحفه صح؟ قولي عملت ايه في الدرس الخصوصي؟ ما لمياء، انا بقول بقى يعني نخلي بقى موضوع الدرس ده بعدين، وخلينا في اللحظه الجميله الرومانسيه دي يا لمياء يا حبيبتي. انت يا فاطين. طب ما بعدين بقى، عشان ده بص عمال يلعب كده، بس هو سامع كل حاجه. ليه؟ ما انت كان حسك من شويه قد كده مجلجل. ويا لمياء يا حبيبتي وحشتيني والورد. انت حاضر. انا الحمد لله رب العالمين، يعني اطمن، انا اديت الدرس النهارده وكان زي الفل. يعني هو ما كانش زي الفل قوي، يعني هو كان زي الكاكاو كده، بس الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني ادوك كام؟ ها؟ ادوك كام؟ ما خدتش حاجه. نعم. بص بقى يا لمياء يا حبيبتي، انا حبيت يعني ارضيكي وادي دروس خصوصيه وارضي مبادئي وما اخدش فلوس. انت عايز تجنني ليه؟ تجنني ليه؟ لا يا بابا، وادي وردك يا بابا، الحق يا بابا. يا بابا ما تروح تلعب واجري بقى. لا، في اسرار هنا ما يصحش تسمعها. روح اجري اجري، العب مع الاسد، اجري اجري. عارف لو ما مشيتش من هنا دلوقتي هعمل فيك ايه؟ حاضر حاضر. انا امسك. انا كمان حاسس ان انا اتاخرت قوي. ياه، ده الواحد اتاخر بقى. امشي. السلام عليكم. وبعدين يا بونبون؟ ولا قبلين يا اخويا، هضمت الكباب اللي انا اكلته. انت مش شايف وشي؟ معلش. طيب روح انت بقى واستريح، وبعدين نبقى نكمل كلامنا عشان مستعجل. مستعجل ايه؟ مستعجل ايه يا ميشو؟ بقول لك يا ميشو جاي مخنوق وقرفان وعايز اتفضفض معاك، واكل بوكس في وشي. وبعدين بقول لك ايه، ما تاخدني معاك الحفلة دي. لا مش هينفع. اخدك معايا ازاي يعني بمنظرك ده؟ وبعدين الحفلة دي سبيشال، وانا قلت لك انا مستعجل. ها؟ ايه الترنج اللي انت لابسه ده؟ يا سيد سيد، يلا انت دايما مأخرنا كده سيد. انا برضو مأخرك، اتفضل. واول ما لمياء حبيبتي شافتني في السيرك يا عمي، لقيتها بقى ايه، مزقططه وطايره من الفرحه ومرفرفه، ولقيتها قالت لي وحشتني يا فاطين يا حبيبي يا قره عيني، وقعدت ساعه تتاسف لي. انما بقى ايه، ابن اخوك تقيل قوي يا عم، فين وفين بقى على ما رديت عليها وقلت لها وهي في وسط السيرك كله وكل الناس شايفاني كده، لو سمحت يا لمياء روحي انت دلوقتي. حتى يا عمي كان الواد اللي اسمه كريم اللي بيمشي على الحبل ده، اللي فاكر نفسه حليوه، كان واقف ساعتها وسامع كل حاجه. برافو عليك يا فاطين. الحمد لله رب العالمين. قول لي بقى حضرتك يا عمي، عملت ايه؟ قلت قصيده عنتره وامرؤ القيس مع الورده الحمراء واعترفت ولا لا؟ امال ايه؟ اول ما دخلت عليا رحت قايل لها قصيده عنتره، وهي ايه بقى؟ ما اقولكش. لا قول يا عمي زي ما انا قلت. انا ما انا بقول اهو، زي ما تكون كانت مستنيه تسمعها واعترفت لها بحبي.
الله، قلت لها ايه بقى يا عمي؟ بس بقول لك ايه بالتفصيل. اه قلت لها، قلت لها زي ما اكون بحلم ومش عايز اصحى من الحلم، زي ما اكون اتولدت النهارده من جديد، زي ما اكون عايز احبك وبس، حتى لو حبي مش واصل لك، حتى لو حلمك غير حلمي برضو هفضل احبك. الله الله يا انس يا جميل، ايه الكلام الرومانسي الجميل ده؟ انت عارف يا عمي انا لو منها مش هحبك بس، ده انا اموت فيك كمان. قول لي بقى، وهي قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه، عشان انا ما قلتلهاش حاجه من اللي انا قلتها لك دي، انا كنت بكذب عليك يا فطير. انت بتضحك؟ طب انا ايه؟ استنى بس يا عم انس، استنى بس، ما هو ما اصل انا برضه كذبت على حضرتك، يعني ما فيش حاجه من اللي انا قلتها لحضرتك دي حصلت خالص. عارف يا ميشو، اهو اقل واحد اللي موجودين هنا دول معاه 20-30 مليون. بس برضه ابو سيد احنا احسن منهم، وبعدين ما تنساش ان هم اللي دايما بيحتاجونا. اه طبعا طبعا. ميشو روح كلم وسيبني بقى انا اشوف نفسي، بيقولوا الجمبري هنا طازه قوي. ماشي ابو سيد، بس بقول لك خلي بالك لحسن الجمبري عمره. يا راجل ده هأزأزه. ايش يا ابو سيد؟ على عرفك على اكبر رجال اعمال في مصر. ده بقى يا جماعه ميشو اللي انا بحكي لكم معاه. اهلا وسهلا. فريد بيه بيقول عليك انك حدوته. لا والله، علشان بس فريد بيه راجل شيك. ده بس من ذوقك. الله يا سوزي، انت مش هتضيفي ميشو ولا ايه؟ طبعا يا فندم، ميشو ده ضيفي النهارده. بعد اذنكم. اتفضل يا ميشو. ميرسي. خد راحتك. ها؟ يا شيكو، واقف لوحدك ليه؟ مستني الاوتوبيس ولا ايه؟ فاهم انت السادي مستنيك على ما تيجي تونسني. يا سلام. اصل الوقفه من غيرك ما تلزش. طب ايه رايك ان الوقفه من غيرك انت تلز؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب المستورد ده هنا؟ ده مش مستورد وبس يا سادي حاوي. انت مستورد وسوبر كمان. بس بقول لك ايه؟ دي حاجه تقيله قوي ما تقدرش عليها، دي تقلك انت وقالك بالده. يا سلام. ما تعرفش تاخد منها لحق ولا باطل. طب ايه رايك بقى في اللي يكلمها لك ويرقص معاها كمان؟ استك. مساء الخير يا سميره هاني. اهلا. مساء ساني الحاوي، محل الورد النهارده الصبح. ايه ايه؟ افتكرتك. اهلا وسهلا تاني. ها بزهق بسرعه. الحقيقه انا بشكر الظروف الجميله اللي خلتنا نتقابل مرتين في يوم واحد. ممكن نرقص؟ لا مش ممكن نرقص، وعلى فكره انا بزهق جدا من الطلبات المشابهه اللي زي دي في الحفلات المشابهه اللي زي دي. ممكن نمد موبايلك، ممكن اوصلك، ممكن اكلمك بكره واعزمك على الغدا. بزهق بزهق. اوف
ايه الولية الزهقانة دي؟ ما رضيتش ترقص، جزمتها ضيقة وتعرق. في ايه؟ باكو اهو علينا عليك، وسيبني بقى احسن بزهق بسرعة. Everything is okay. بوني وعم السيشن، انتوا ايه اللي دخلكم قط؟ مفيش، كنت مخنوق شويه قلت اجي افضفض معاك بعد اللي حصل النهارده، وقلت لعم السيشن ما يمشيش. اسيبكم بقى الساعه بقت 12. لا استنى عم السيشن. ما دام بقى بونبوني عايز يفضفض يبقى تخليكم ما تتحركوش في مكانكم. يا سلام يا سلام اهو. أنا جاي لكم أنا جاي لكم. أنا دلوقتي بقيت جاهز يا فطير. بقول لك مخنوق جاي أفضفض لك، بتشغلي مزيكا يا بونبون؟ إيه دمال؟ ألا ما هي دي أساس الفضفضة والحوار، دي نتيجتها مضمونة. ومين اللي بيغني ده يا أستاذ فطير؟ مفيش حد بيغني عم ستيشن، دي مزيكا من غير غنى. ركزوا بقى معايا بقى. ها بص يا عم ستيشن، انت وبونبوني انا مش هاخد من وقتكم كتير. انا كل اللي انا عايزه منكم انكم تنقوا ذهنكم وتسمعوا الموسيقى الجميلة دي، وانا هسمعها معاكم كمان، وبعد كده نبقى نبدأ الحوار. ايه يا شيكو، انت بتشجع في استاد ولا ايه؟ انت طبعا عمال تسقف وانت مش عارف بتسقف على ايه، صح؟ عيب يا ميشو، انا برضو شيكو مدريد. ايه خافش. شيكو مدريد تعليم براني يعني، طول عمري بحب المزيكا واللي بيضربوا المزيكا. ايه شيكو يا شيكو، انت فاكر نفسك في الهنجر بتاعك ولا ايه؟ بصلي هنا، احترم نفسك واعرف ازاي تتعامل مع الجنس اللطيف. علمنا يا حوا ابن الحاوي. رهانك ايه؟ الاستك اللي قلبته من ابوك. استك ايه؟ تكيل. اتفرج بقى. وقح. نعم. حقير. ايه؟ الصراحة قليل أدب. حضرتك بتكلمني أنا؟ أنا مش عارف حفلة محترمة زي دي تلم الأشكال دي، مش عارف إزاي يعني. اتفضل العصير بتاعك. شكرا. ميشو. إيه؟ اسم ميشو ما بعكسش. أنا عايز أقول لك بس إن الأناناس اللي هنا تحفة. بس عزفك على العود يجنن. ده مش عود، ده فلوت. فلوت؟ آه. بس الاناناس يجنن صح؟ يجنن. طب لحظه بقى كده ورجع لك تاني. فلوت. الاستكين توه. الاستكين برضه ذوقها كاوتش. ماشي الاستك. ماشي والتاني. متعلم بقى. يا ميشو انت فين؟ تعالى بسيط، خد الاستك اللي نسيته مع شيكو. امسك. تعرفت وظبطته. خليك. طب يلا بينا بقى عشان بزهق. خليك هنا، خليك هنا. ها شيكو احنا ماشيين. سلام. معاك فلوس ولا هتقضيها توك توك؟ لا هتروح ماشي. يلا بسيط. دكتور دكتور دكتور. وكما قال لاوتسي، معرفة الآخرين علم، ومعرفة الإنسان لذاته ذكاء. فهمني يا بونبوني؟ إلا فهمك، أنا فهمك كويس قوي.
يعني مقتنع بكل اللي انا قلته، بكل كلمه وبكل حرف. طب والسرقه والاجرام؟ حد الله حد الله، ان كنت اسرق او اعود الاجرام تاني يا فطير. ده انت نورتني طريقي اللي كان ضلمه يا فطير. وانت نورت وتشرفت، نورت وتشرفت. قولها كده تاني، قولها يا بونبوني. انت يا فطير نورتني طريقي اللي كان ضلمه. الله، انا مش مصدق نفسي، مش مصدق وداني. الحوار نجح. قولها قولها بصوت عالي يا بونبوني. يا جماعه انا بونبوني بقولها بعلى صوت. ايوه انا مش هسرق تاني يا الله. الله يا بونبوني، الحوار نجح. الحوار نجح. ايه 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 الغاغه اللي انت عاملها دي؟ صوتك جاي باخر الشارع. الحوار نجح يا بابا، الحوار نجح يا ميشو. انا حمار اللي نجح ده؟ بونبوني بونبوني، خلاص يا بابا بطل سرقه، الحوار نجح. روح يا بونبوني وجيلي بكره عشان العمليه الجديده. وجب يا معلم. شفت الحمار اللي نجح يا حمار؟ والله كان نجح من شويه. الواحد نام نوم، المزيكا دي ليه فيها للسحر. تصبح على خير يا فطين. تأخرش ستيشن. وجب يا معلم. انت يا زفت، اطفي الزفت ده بدل ما اقوم اكسره على دماغك. وجب يا معلم. واحدة زي سميرة سمير دي أبو السيد هي اللي ناقصاك. ها؟ مال وجاه وشهرة. لا وإيه؟ شيك قوي. شكلها كده تربية بشوات. يا أبو السيد، وتبقى مرة بقى في عمرك اتجوزت واحدة محترمة بدل الجوازات الوقيعة بتاعتك دي. يا سلام، ده لو حصل هي دي النقلة الملوك يا ابو السيد. وابقى زي فريد بيه. ويعني فريد بيه اللي احسن مني فيه. بس ازاي يحصل ده؟ ازاي؟ ازاي الخير يا بابا؟ ايه؟ قلت لك 100 مرة ما تخضنيش. الله، ارمي حس والله انت، ولا زمر حتى وانت جاي. ما انا بنت اهون يا بابا، يا قمر يا جميل. ايه ده القمر الامرانة دي؟ قمر امرانة؟ وايه يا اخويا؟ ايه الحلية اللي ظهرت عليك فجأة دي؟ وايه الشيل دي كلها اللي داخل بيهم عليا لما جاب الغراب؟ يا بابا يا بابا، الحنية دي كانت في قلبي من زمان قوي، بس انت اللي مش واخد بالك منها يا بابا، علشان انا كنت كاتمها في قلبي ومش مخلي حد ياخد باله منها. بص بقى يا سيدي، الحاجات دي انا جايبها بقى علشان لزوم السهرة بقى يا بابا، يا قمر يا جميل. بص، جايب لك فشار، وجايب لك كمان تفاح امريكاني اهو، وجايب موس كتير، وجايب لك البتاع دي، انا حبيتها كده فقلت اكيد دي هتبقى حاجه حلوه لبابا القمر. ايه دي؟ مش عارف يا بابا، هم قالوا لي فاكهه. فاكهه؟ اي دي تين شوكي بس كبيره شويه، صح؟ ممكن يا بابا. يا قمر تستاهل والله بقك. بص، جايب لك كمان عصير مانجا مشبر، هتشرب بقك ورايا يا بابا. اي اشرب بقي وراها؟ ازاي اشرب بقي؟ هو بقك فاهم يا بابا. طيب، وجايب لك بقى غير الفاكهه الجميله اهي. ايه هتاكل بقك وراها؟ هتاكل بقك وراها؟ اكل بقي ولا اشربه؟ ما هو بقك هو فاهم كل حاجه وهيعمل هو كل حاجه. هو هيعمل كل حاجه يا صاحبي. يا الله يا صاحبي. يا سلام. بس يا هلا، في ايه؟ بحبك قوي. وايه لازمته البعزقه دي كلها يا اخويا؟ ومن امتى صفاتين بتسهر معايا؟ ده انت بتيجي من بره تخش اوضتك وتقفل الباب على نفسك. يا بابا يا قمر، من النهارده يا سيدي مش هخليك تسهر لوحدك، انا من النهارده هبقى معاك يا عسل. يا ايه يا ابو السيدي؟ ايه يا ابو السيدي؟ ابو السيد يا ابو السيد يا قمر، انت هتصاحبني؟ ايوه هصاحبك يا بابا، هصاحبك 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 يا عسل يا عسل. خد قطمه يا جمل، خد قطمه يا جمل. افضل هز كده
لغايه ما انام في ايدك. عسل عسل. هنسهر هنسهر. يلا بابا ها تاكل ايه الاول؟ وايه اللي حاصل؟ هم يا جمال. عسل يا بابا عسل. لا لا كفايه فطين. انا خلاص كده مش عارف اخد نفخت عليك. بص يا صاحبي اصب لك كوبايه مانجا. لا لا لا. طيب يا بابا شربت البرميل ده كله لوحدي. خلاص بالهنا والشفا يا قمر يا قمر. اجيب لك برتقال؟ لا 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 لا. طب اقوم احضر لك بقى العشاء عشان جوعنا. انا رايي انك تقوم تخش اوضتك وتنام يا حبيبي. بابا ليه يا صاحبي؟ ده احنا لسه يا صاحبي بقى ده السهره هتحلو. بص بقى انا جايب لك ايه معايا. كرشينه. جايب كرشينه كمان؟ ايوه بابا هنقعد نلعب بقى. مش احنا اصحاب ولا نسينا احنا؟ ولا ناقص كمان تجيب لي دومنه. اهي كله موجود اهو. الدومنه اهي. طب تجيب الحاجات دي منين؟ ايوه بابا هتاخد صبعك وراها. هاكل صبعي ورا الدومنه؟ ايوه بابا يلا. انا اكلت بقي قبل كده كفايه. عسل 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 عسل. لا معلش معلش يا فاطمه انا بقى هقوم انام. اقوم تنام. اقوم تنام. اجيب لك هنا. اقوم تنام لك هنا. يعني ايه اقوم تنام؟ يعني اجيب لك اللي انت عايزه يا بابا. انت تؤمر يا صاحبي. معلش انا بس رايح في اوضتي. يلا تصبح على خير. يلا ماشي. تصبح على خير. تصبح على خير يا صاحبي. مع السلامه. تصبح على خير. خد ايه يا بابا؟ احضن دي وانت نايم كده يمكن تكبر في ايديك. يلا يلا. يا بابا يا صاحبي صاحبي عاوز ايه؟ اشوفك بقى هنا بقى بكره صاحبي ان شاء الله. هتلاقيني قاعد نفس القعده من بدري مستني. بس انت ما تاخرش عليا يا صاحبي. يلا مع السلامه. سلام مع السلامه. تصبح على خير. وانا كمان بحبك. تصبح على خير. تمام كده يا صاحبي. مع السلامه. مع 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 السلامه. وفي ايه اللي حصل لنور فطين ده؟ بارسل. معقول معقول الواد جواه الحب ده كله مخبيه وفجأة ظهر؟ انت لسه صاحي يا بابا؟ لا ده انا سلام بقى يا ميشا انا نازل. صباح الخير يا بابا يا صاحبي يا جميل. ايه ده انت ما رحتش المدرسه ليه؟ ما النهارده السبت اجازه بقى يا صاحبي. انت رايح فين كده ان شاء الله؟ معاك احنا مش اصحاب ولا ايه؟ وبعدين يا بابا انا عايز اقوي اواصر الصداقه اللي ما بيننا دي. وعلى راي المثل ان كبر ابنك خويه وان كبر باباك فطين صاحبه. والله انا اعرف المثل لغايه ان كبر ابنك خويه، انما بقيته ده ما اعرفش انت جايبه منين. ومع ذلك اتفضل يا سيدي اتفضل. ما تصحش يا ابو السيد. انت مش لسه بتديني امثال؟ عمال ترزع فيا يا مسار على الصبح. انزل. مش بتقول ان احنا اصحاب؟ اتفضل يا سيدي اتفضل قدام. مع السلامه. ايه ده صاحبي؟ على مهلك. هتقعد تاني؟ يا صاحبي. ايوه نسيت نسيت اتفضل. ايه صاحبي؟ نسيت اتفضل يا بابا يا صاحبي. بس نزل ايدك كده انا مش عارف امشي. ما احنا ننجش بعض بقى يا صاحبي بقى كده. اوه صاحبي 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 سيبك بعد النهارده يا صاحبي خالص. طيب ماشي بيبي. طيب ماشي. في حاجه بقى نازل فيك. طيب شويه بقى. ماشي يا صاحبي. فطين راح فين يا فطين؟ راح مع ابوه. في حاجه سألس؟ ايوه مش هروح معاك في اي حته يا سيد. انا ما اكبرتوش يا اخوي. هو اللي جاي معايا بمزاج مزاجه. الكلام ده حصل يا فاطين؟ ايوه حصل يا عم انس. وقدرت تقولها في وشي؟ يا عم يا عم هفهمك بعدين. ده عليك. هتيجي معايا يا ابني ولا امشي انا؟ جاي معاك طبعا يا صاحبي. مع السلامه بقى يا عم انس. يلا يا صاحبي. باي باي يا انس. نزل دينك بقى. ما كفايه كنت هعمل حادثتين بسببك. ماشي يا صاحبي. اوه اتفضل يا صاحبي. صباح الفل يا باشا. صباح الخير يا سوست. اخبار الشغل يا سوست؟ صباح الخير يا سوست. اخي يا سوست اتخنقت؟ كله تمام يا باشا. كله تمام يا باشا. مفيش طلبات تانية؟ مفيش طلبات تانية. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ يا صاحبي
ايه صدى الصوت اللي ماشي جنبي ده؟ معلش. ما المحل واسع، اجري اقعد في حته هناك بعيد عني. حاضر حاضر، بعيد عنك خالص اهو يا صاحبي. يا جميل يا صاحبي. الست هانم اللي اسمها سميره سمير اتصلت. ايه؟ سميره سمير؟ ودي تتصل ليه اصلا؟ ولا سوسه، لو اتصل التاني اقفل السكه في وشها. انت تخرس خالص، انت تخرس خالص، انت تخرس خالص خالص. انا يا صاحبي. ايوه. قالت ايه؟ كانت عايزاك يا كبير تكلمها وسابت رقمها اهو. انت الرقم ده حرك في ايدك. انت ايه لقطع رقبتك يا بابا؟ اسكت بقى، دي غلطت فيا يا بابا، ما يتعاملش معاها اصلا الست دي. اسكت احسن لك. بابا حضرتك هتعمل ايه؟ سيب بابا ما يتعاملش معاها اصلا يا بابا. اقفل السكه، اقفل السكه. هش، دي غلطت فيا. اسكت، غلطت فيا ابنك. اسكت. عايز تكل بلغني انك اتصلت بيا. عارف، عارف انك بتزهقي بسرعه. عارف. شفت؟ اقفل اقفل. ايه؟ لا ده كده لازم اجي بنفسي انا بقى. حاضر، مع السلامه سميره هاني. سميره هاني ايه؟ بابا حضرتك هتروح لها فين؟ دي ما يتروحلهاش اصلا. حضرتك نسيت هي عملت فيه ايه يا بابا؟ لا ما نسيتش، انت كمان لازم تيجي معايا عشان تعتذر لها على اللي عملته. انا؟ لا يمكن. خلاص، ادور انا بقى على صاحب جديد ليا يسمع كلام. لا 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 يا صاحبي، هاجي مع حضرتك. الصاحب لصاحبه برضه. همشي انا بقى يا عم انس عشان عندي شويه حاجات. اقعد اقعد، انا لسه ما خلصتش كلامي. قعدت؟ قول لي. اخر مره شفت فاطين او قعدت معاه كانت امتى؟ مفيش، ده يا دوب من يومين لما كنت رايح افضفضله. ما لاحظتش على فاطين اي تغيرات اثناء الفضفضه؟ ابدا، القعده كانت حلوه جدا ومبسوطين وشغال لي مزيكا. وبعد ما شغال لي مزيكا حصل بس ايه؟ هو ده اللي عايز اعرفه. اعترف يا بونبوني. مفيش عم انس، انا يا دوب خارج من الاوضه وعمال اقول انا مش هسرق تاني، انا مش هبقى حرامي. وكل حماس يا دوب اول ما خرجت لقيت عم سيد الحاوي كده ومشوا كده، وتحولت فجأة لكلب حراسة ورجعت في كل اللي قلته. يبقى انت جبت له تشك أثر فيه كله منك انت. انا والله ما جبت له حاجة عم أنس، الراجل كان زي الفل. وبعدين ايه تشك دي؟ تشك يعني صدمة أثرت عليه، ما بقاش عارف هو بيعمل ايه بالظبط. ليه عم أنس، هو عمل ايه؟ خرج مع ابوه يا ابو، خرج مع سيد الحاوي. شفت المصيبة؟ وايه المصيبة اللي فيها عم أنس؟ ابن وخرج مع أبوه. فاطين عمره ما خرج مع حد غيري أو مع خطيبته لمياء. ده شاف الدنيا بعناية أنا، إزاي يخبي عليا إنه هيخرج مع أبوه؟ الفكر والثقافة مختلفين، يعني لا يمكن يكونوا أصحاب زي أنا وأنت يا بونبوني. ينفع نبقى أصحاب؟ طبعا ما ينفعش، لأن مفيش توافق. اللي قول لي عم أنس، يعني بما إنك كده راجل مثقف وليك نظرة في البني آدمين اللي قدامك، تفتكر ممكن يجي عليا يوم وابقى انسان محترم كده وانا وانت نبقى اصحاب؟ ما افتكرش. يا مدام الاجهزه دي عايزه صيانه، حرام عليكي كل شهر. خلاص يا فندم، كله والله يبقى تمام ان شاء الله. دي اجهزه بالملايين. خلاص يا فندم صدقيني. هاتي لي اشتراكات الشهر ده كله، عايزه اطلع عليها. اتفضلوا، انا كده هيتخرب بيتي. تعالى بس يا سمير هاني. اتدخلت، يلا نروح الحمد لله على وشي يا بابا. سمير هاني، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مين؟ اتفضل. واضح ان سعادتك مش بتزهقي بسرعه وبس، لا ده انت كمان بتنسي بسرعه يا هانم. ايه اللي ايوه 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 افتكرتك افتكرتك. المخلوق الغريب ده انت جايبه معاك هنا يعمل ايه؟ سمحت بقى يا بابا، بعد اذن حضرتك. لا لا لا، بعد اذن حضرتك. المخلوق العجيب اللي مش عاجب حضرتك ده مدرس دراسات محترم. المخلوق عجيب وانا افطار مثلا يا بابا. بس ولد ولد. ماشي يا بابا، انا مخلوق عجيب. بتضرب الحيطه بالقلم على وشك. انا مخلوق عجيب. ضربت الحيطه بالقلم ولا ايه؟ اهو يا بابا اهو. بس تضربهاش ولا اهو. عيب عيب. على فكره انا مش محتاجه اعرف بيشتغل ايه، انه ما يفرقش معايا. ولا انت تفرقي معايا. اسكت يا سميره هانم، ده فاطين ابني جاي يعتذر لك عن الموقف اللي بدر منه في محل الورد. يا بابا طيبه. يا بابا طيبه. مش يا ريت يعتذر بسرعه عشان انا بزهق بسرعه. يلا اعتذر بسرعه. سميره هانم، انا بعتذر لحضرتك بسرعه علشان حضرتك بتزهقي بسرعه عن الموقف وسوء الفهم بسرعه بسرعه. شفتي؟ خلاص انت هنا،
اعتذروا انا مش قبلاه. سيد بيه لو سمحت عايزك تورد المكان هنا ورد واثاري زرع كتير، ويا ريت تنسق مع العلاقات العامه عشان يحاسبوك يوم بيوم. انا عايزه كل يوم يكون عندي ورد طازه. اوكي تحت امرك وتحت امر المكان. وقتك انتهى. انت كمان حطيتي خطه وبداتي في تنفيذها. هو ده شغلي وهي دي رسالتي اللي انا مؤمنه بيها. بس مش مع اللي اسمه ميشو ده، مجرم ومش مجرم عادي، ده اخطر مما تتخيلي. وهو ده اللي شجعني اني احقق هدفي عشان لما يتغير يبقى انسان سوي احس فعلا ان انا نجحت. يتغير؟ انت بتحلمي يا حضره الضابط؟ كل الناس اللي نجحوا في عملهم وبقوا اسماء بنرددها افكارهم بدات بمجرد احلام عايزين يحققوها. بس انا مش هسمح لك تعرضي نفسك للخطر عشان نظريه هتتحط في كتاب وفي الاخر تتركن على الرف. ما هي عشان ما تبقاش نظريه تتحط في كتاب وتتركن على الرف انا مصره انجح وبشكل عملي. وانا اتحداك يا حضره الضابط اثبت لك ان المجرم اللي اسمه ميشو ده ما يستحقش حتى الوقت اللي بنضيعه في الكلام عنه، ومكانه هو السجن. وعلى ايه؟ وانا قبلت التحدي يا فؤاد بيه، وانت هتمشي في طريقك وانا همشي في طريقي، يا اما انت تقبض عليه يا اما انا اغيره. يلا يا ميشو. ده لو محترم ما كانش يعمل كده. مش انت ميشو؟ ايوه اللي كنت معاكي في الحفله. بس ما قلتليش صحيح ايه رايك في الاناناس؟ كان يجنن صح؟ ساكنه بعيد افندم؟ يلا بقى اركبي ورايا واوصلك وامر لله. لا متشكره ميرسي. بس امسكي جامد. ها لحسن طاعي. بقول لك انت قلتلي اسمك ايه لو سمحت؟ حلو لو سمحت اسم جديد. يلا بقى اركبي بقى ولا ارجع في كلامي؟ لا استنى هركب. بس امسكي جامد. حاضر ستي ماشي.